السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. شلون السوق في ظل ارتفاع الدولار؟ شلون هالحلة بصورة عامة؟ يعني تتسنى السوق لو بصورة عامة؟ بصورة عامة. بصورة عامة أكيد ارتفاع الدولار أثر على الشعب، يعني أثر على خاصة المحليين، لأن الناس يعني كسبت، وعموم أهل الحلة يعني دخلهم محدود يعني. فأكيد يعني أكيد طبعاً يأثر. نعم. يعني المشاركة بالانتخابات شلون تشوفها اليوم؟ يعني احنا التمسنا آراء كم مواطن فيتجهون إلى التغيير، يتجهون إلى الوجوه الجديدة من أجل تغيير الواقع اللي أنتم به حاليا، في ظل يعني الحكومة السابقة ما قدمت شيء. لا شك أغلب المواطنين اللي موجودين في الحلة هم الحكومة العراقية يريدون تغيير. واللي أغلب اللي رشحوا أغلبهم مستقلين. احنا الأحزاب اللي شفناها من الأحزاب هاي 18 سنة أكيد ما راح تفيدنا يعني. والناس رايدة خدمات، رايدة تغيير. واكو امور مهمه، المفروض المستقل الجديد اذا يقدر يسوي شيء، اذا ما ياثرون على الحيتان حتى يغير من الواقع اللي يعني. الواقع ترى مرير يعني. وبالنسبه لمحافظه الحله بعموم العراق، نعم. الحله منكوبه ترى. نعم. الحله منكوبه، المرشح البرلماني اذا يجي يريد يسوي شيء جديد، تكون مثلا يغير من السابق يعني. نعم. الحله مارة بامور يعني كلش تعبانه، الحله من دون المحافظات تلقى بها لا تبليغ. لا بها خدمات، اكو امور هواي هاي من ضمنها، من غير ما نقدر نشعل الكهرباء بالله بعموم العراق يعني. نعم. بس هذه محققه. نعم. يعني. ويانا دكتور حسين اليوم هو مرشح نشرف. عن الحله، وايضا وجه جديد ان شاء الله نشرف. الى الحله. تشرف. تحدث وياه يعني المشاكل اللي عندكم، وتحدث وياه بانه يقول احنا نطالب كذا وكذا في اتفقتوها بسنوات السابقه. بس انا اهلا وسهلا بك طبعا. يخليك الله. انا يسعدني ان التقي بك، بس اللي انا اوصل الفكره بانه هو مرشح جديد. اوكي. اللي يقدر يسوي مرشح واحد من ضمن المرشحين شو راح يبين يعني؟ اذا انت ابن مدينه، اغلب المرشحين اللي كانوا قبلك تسعه اعتقد وثمان ايش هم مرشحين؟ 17 نائب. 17 نائب كلهم ولد مدينه واغلبهم ما سووا شيء. يعني انت مثلا تقدر تسوي شيء على هالوضع هذا اللي المنكوب؟ انت تعرف لازم يعني. احنا نتمنى ان يكون هناك حقيقه يعني وعي مجتمع العمليه الانتخابيه، يعرف القانون الانتخابي الجديد، القانون اليوم الانتخابي الجديد بصالح المجتمع، بصالح المستقل، وبالتالي اليوم انت يعني مسؤوليتك انه تروح تبحث عن هذا الشخص في ضمن وتحت مظله هذا القانون الجديد، باعتبار اليوم احنا التصويت الخارجي انتهى، اليوم عندنا دوائر متعدده، اليوم عندنا البطاقه راح توقف 72 ساعه في حاله التصويت، والبطاقه القديمه تقدر انت راح تصوت بها، وبالتالي ايضا راح توقف 72 ساعه وتحدث اليك. اليوم انا اليوم احكي لك كلام المحسول والكلام الحسن. انت نعم تقول لهم دكتور حسين ينتقو، اليوم حسين ينتقو معروف ان عائلته، ومعروف هو دكتور في جامعه بابل، ومعروف عائلته، لكن هذا ما يكفي. اليوم روح دور ورا دكتور حسين، شوفه منو اهله، شنو تاريخه، وين هو بالجامعه، على مستوى الشارع وين كان ظاهر هسه لو قديما، اجي قبل الانتخابات بشهر اللي هو نازل من سنين بالشارع. هذا اليوم اللي نريده. سابقا توهمنا بما فيه من المتحدث، يجي الشخص يقول لي السلام عليكم هذا خوش شخص، واحنا اليوم التمينا كعماره ورحنا وراه، ما افترينا، ما سالنا، ما سالنا. انا دخلناك بشغله واحده، واحنا ما صعدنا من الحله في يوم واحد مستقل، الكل تابعين، وهذا خلل. انت على راسي وعائلتك معروفه، هم على راسي، لان احنا ولد مدينه فنعرف عائلتك ونعم منك. اريدك سؤال. وانت استاذ مبين فاضل ومثقف وتعرف هاي المواضيع. احنا اللي راح نشوفه هسه، انت مو جبت لي قانون الانتخابات، هذا القانون اكيد هاي سياق غير سياقات، فكلها راح تنتخب ضمن سياقات، فراح تصعد امور. هذا المستقل اللي انت مثلا من ضمن المستقلين اللي راح تفوزون، من راح تفوز مصر ائتلافات؟ ما راح هذا المستقل في البرلمان راح واحد يحكي؟ ما اعتقد، لازم راح يصير ائتلافات. هاي الائتلافات راح تصير تحت مظله احزاب. ليش لازم؟ احنا شو نقول؟ نقول احنا اذا انت اليوم يعني انت الايد ولا صفوك؟ مو الايد، احنا اليوم ضمن قانون انتخابي 21. اليوم اذا انا وياك ما نغير ونسوي ثوره في قانون الانتخابات في صندوق الاقتراع، احنا بدنا نحكي مو المرحله هاي. المرحله يوم 10/10، يا اما اجي انا وياك نثبت وجودنا، انا وياك نصعد الناس المستقله باكثر عدد. طبعا راح احكي اذا صعدت يا مستقلين. احنا بالعكس، احنا مع الانتخابات احنا نريد نغير. احسن. احنا نريد نغير بلا شك، نغير احنا. نعم. نغير احنا. نرد اكو اللي ما يعجبه الوضع الانتخابات يجوز يشطب عليه. يعني اذا غيرت انت كلامك حلو، اليوم اذا غيرت يعني راح تغيرهم. اخوي احنا نريد نغير طبعا. احسنت، يعني راح نصعد مستقلين. اقول لك اخوي، بعض الاشخاص صعدوا بقوام انهم مستقل،
وهو اصلا احنا نعرفه هذا الرجل كان قبل اعضاء مجلس المحافظه. ليش اقول لك لا عاد اسال عليه قبل؟ اي مو لا مو اقول لك احنا لمسنا هذا الموضوع. بس اخوي انت شوف اكو شغله انه من كثر من الوضع اللي مر به العراق وخاصه محافظتنا باب المنكوبه حقيقه يعني. نعم. الاغلب اللي يجون نخاف يكذبون علينا صح لو لا؟ هاي ازمه ثقه هم وضعوها اخوي. اي يعني اليوم خلوك بمفاصل متعدده، أبعدوا عنك التعيينات وأبعدوا عنك الصحة وانهار عن التعليم والصناعة والزراعة والتجارة. اليوم أنت شنو جنابك؟ شنو تجي؟ شنو تجيني؟ راح تجيني أنت عندك يأس انتخابي. أنا أريد منك أنا إيه؟ أنت تريد تفوز، أنا أريد منك أريد إيه؟ من عندك. تعال شوف المناطق، إحنا مركز مدينة. راح أضرب لك مثال ومثال ترى كلش مو علي يعني. مركز مدينة، المناطق المركز المدينة اللي هي هسه هنا شارع 60 ولا جمعية ولا شارع 40 مصطفى راضي، منطقتي هاي الماشطة ولا ماشطة كذلك. انت طب الماشطة تبليط ماكو، لا تروح للمناطق البعيدة، لانه هذول اللي تدري انت هذول يدورون حشد يعني تحشيد العفو يعني عشائر وذني. فشو يسوي هذول ابو العشيرة؟ شيخ العشيرة ما ينتخبه ما يسوي له شيء يعني فضحة. فشنو يقول لك هذا خليل للمستقبل؟ فشوف تروح نشوف النواحي كلها مبلطة. هي هاي المناطق، هاي المناطق هي. احسنت. يعني احنا مثلا نريد ننتخب، مثلا انتخبنا ابن ولايه، نقول يابا انت ابن الولايه باكر عقبه حقيقه يعني احنا عندنا امل ببعض المرشحين يعني. مع احترامي لحضرتك.